الله يرحمه استاذ، اتقابلنا في الاب الروحي الجزء الثاني مع استاذ تامر حمزه، فكنت واقف انا واستاذ تامر بنتكلم، فلقيته جاي لي كده خطوتين وقال لي انا انبسطت جدا مثلا وانت بتقولي الواد ده، لا الواد ده احنا ازاي كده، شرف كبير قوي يا رب الواحد يبقى. لا اصل انت كل اللي بيشوف لك انا شوف. بحب زي ما انا مبسوط بيك، انت عارفه انت بالنسبه لي ايه، استاذه نشوى وابله نشوى، ده الاسم الاقرب لقلبي. زي ما مبسوط باسم البرنامج بنت البلد، بنبسط بكلمه الولد والبنت. قال لي ولا انت حاجه حلوه قوي، انت قعد بقى الكلام كتير لطيف، وقال لي انا قلت الولد قبل كده بدون ذكر اسمه، انت في امل فيك جدا ان انت لما نيجي نتكلم عن مصر فهينفع نشكرك. الله. قال لي هو خايب املنا شويه، فانت وقعد يوصيني بصراحه، ودي بتفرق قوي 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 لما يجي حد كبير قامه وقيمه فنيه وانسانيه، لاني انا بتفرق معايا جدا انه يبقى قامه وقيمه فنيه وانسانيه، وانا اوقات بعرف افرق الاثنين عن بعض. طيب.